رح ننتقل هلا نحكي اكثر عن الفن مع الصحفية هدى أزهر. صار وقت نستقبل معنا الصحفية هدى أزهر بفقرة ثابتة بميرك ستار ذا كاونت داون مع اهل الصحافة والاعلام. اهلا وسهلا فيك هدى أزهر بحلقتنا لليوم. خبرينا هدى، اكيد تبعتي الاعمال المسلسلات عام 2012، شو ابرز المسلسلات اللي بتتذكريها اللي حسيتي انه بتستاهل يمكن انه تكون عم تتكرم؟ في كتير مسلسلات قطعت وهيك كان لها حضور، علمت وكان لها حضور على شاشات المحلية اللي كمان بدورة عم تشجع عبر عرضها. في مسلسل روبي مثلا من المسلسلات اللي كانت نافرة بالعام 2012، في الأرملة والشيطان كمان من المسلسلات الحلوة، أجيال، في أكثر من مسلسل يعني هيك يستحق التوقف عنده. إذا بدنا نحكي عن الممثلين، يعني حكينا عن المسلسلات، عن الممثلين، هل برأيك يعني مين مثلا أفضل ممثل لبناني، أفضل ممثلة لبنانية؟ بتعرفي انا بحس انه عن جد كثير صعب، ما بحسد ابدا لا الجمهور ولا لجنه التحكيم انه كيف فيها تنقي، لانه فعلا كان في كثير مواهب بارزه، حتى اذا بدك مش من الادوار الرئيسيه، في كثير ممثلين وممثلات لعبوا ادوار ثانويه بينوا كثير بهيدي الفتره عبر هالاعمال اللي كنت ذكرتها وغيرها من الاعمال. من هيك ما فيك تقولي انه كثير صعب تقولي مين افضل ممثل او مين افضل ممثله. في أدوار حلوة كتير، أوقات الممثل ذاته بيلعب دور حلو بمسلسل تاني بيكون أخف دوره، أقل أهمية، أو هو أدائه ما بيكون على قد الأداء اللي لعبه بغير دور. هل هالشي نفس بيطبق كمان بالغناء؟ يعني صار كمان مزبوط عصر الأغنية الحلوة، مش إنه أفضل مغني لبناني أو أفضل مغنية لبنانية؟ قلتي شغلة كتير حلوة. إيه، أوقات مثلا بتحفظ غنية بتلاقي الغنية نجمت، بتفكري إنه ما بتعرف، يعني قبل ما يعرفوا العالم لمين هي هالغنية شو حلوة، بس مين بغنيها؟ هذا دليل على انه نجوميه الاغنيه بتسبق اوقات كثير اسم الفنان. بالوقت ذاته اوقات النجم اللي بيبقى اسمه كثير مضوى ممكن يقدم عمل ما ينجم مثل الاعمال اللي قبل اللي قدمها قبل، وهيدي بتكون مثل تعثر اذا بدك بخطواته. اللي في كثير حتى بالغناء في كثير اسماء بينت، في كثير اسماء غابت بال 2012. هدى، كيف كصحفيين كاعلاميين كيف رح تواكبوا السنه حفل توزيع جوائز الميركس دور، او كمان الخطوات اللي بتسبق يعني فترات التصويت، كيف هيك كاعلاميين بتواكبوا هالفتره؟ نحن بنتابع يعني ادق التفاصيل بهذا الموضوع، واكيد نهار الحفل هو اللي بيكون بتوج هالتغطيه خلال على مدى اشهر. بتابع اكيد بكون دقيقه كثير بنظرتي للحفل كيف عم بيصير، الفنانين المتواجدين، يعني كثير امور بنغطيها. سؤالي لك هدى، سؤالي الاخير، من خلال متابعه لكافه سنين، هل في اي جائزه بتحسي انه مثلا لازم تكون موجوده منها موجوده، يعني اقتراح؟ اقتراح، انا من قبل اقترحت وقتها المسرح الاطفال ما كان له حصه، مع انه في عنا يعني لازم نشجع كمان هذا جزء من الثقافه الممكن يعني نفرجيها للاولاد او يعني المسرح الاطفال كثير مهم. صحفية هدى أزهر، بنشكرك على وجودك معنا بحلقه اليوم من ميرك سيرج ذا كاونت داون، وبالتوفيق، ورح ننطر اكيد مواكبتكم لهالحدث. نحن هلا صار وقت نتوقف مع البريك ومنتابع.